السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي وأخواتي الأفاضل، وياكم هيثم النصراوي. وصلنا للمحاضرة رقم 11 في البرمجة في الماتلاب، وما زلنا مستمرين بموضوع المصفوفات. واليوم عندنا موضوع اللي هو إذا عندك مصفوفتين معينات شلون ندمجهم مع بعض، سواء بصورة أفقية أو بصورة عمودية. يعني أفقية واحدة تخليها بصف الأخرى بشكل أفقي، وعمودية تخليها واحدة فوق الأخرى. عندنا على سبيل المثال، هذا المثال هنا عندنا مصفوفة عبارة عن 3 في 2، يعني 3 صفوف بعمودين، وعندنا مصفوفة أخرى اللي هي 3 في 4. إذا نريد ندمجهم ونخليها واحد بصف الآخر بعملية يسموها الكونكاتينيشن، راح نخلي هذين العمودين بصفها، راح تكون بهذا الشكل. إذا لاحظنا هذه العمودين اللي هي يتبع لهذه، ولهذه الأربعة أعمدة تتبع لهذه. أكو شغلة لازم نتحقق أو نتأكد منها قبل لا نسوي عملية الكونكاتينيشن، يعني الدمج. لازم يكون الدايمنشناليتي، يعني الأبعاد مالت المصفوفات، يعني متطابقة، وإلا ما راح تصير هذه العملية. يعني عندنا هنا المثال الآخر اللي جوا، إذا عندي مصفوفة 3 في 2 بمصفوفة 2 في 4، هذه العملية ما راح تصير نهائيا. اوكي، الماتلاب راح يعطينا ايرور. خلينا نروح ناخذ فد مثال معين، نروح للماتلاب. على سبيل المثال عندي مصفوفة اي اللي هي عبارة مثلا عن 10، في مصفوفة كلها وحدات ابعادها 2 بـ5. اوكي، هذه عندي مصفوفة هسه ابعادها عبارة عن صفين بـ5 أعمدة، كل عناصرها 10. وعندي مصفوفة أخرى اسمها بي يساوي عبارة عن مصفوفة عشوائية أبعادها 3 بـ5. نقول له انتر. هسه ذني أني أريد أدمجهم، خلينا ندمجهم بصورة أفقية، وخلينا نبلش بالطريقة البسيطة أولا. لنفترض نقول سي يساوي، أفتح قوس، أي فارزة منقوطة بي. شنو معناتها؟ يعني راح شنو ادمجهن بصوره عموديه، يعني راح اخلي اي على بي. اذا اقول انتر اوكي لهنا تمام، ما بها اي مشكله، الابعاد متطابقه وتحقق الشرط عندي، وقدرنا ندمجهن بصوره عموديه. اقدر ادمجهن بصوره افقيه؟ خلينا نجرب. اخلي فارزه يعني وحده بصف الاخرى، اذا فارزه منقوطه وحده فوق الأخ، فارزة يعني لا، واحدة بصف الأخرى. الثاني ايرور اللي هو شيء يقول الـ dimensions of arrays being concatenated are not consistent. اوكي، يعني هنا الأبعاد غير متطابقة. ماشي، هاي إحدى الطرق اللي أقدر أدمج بيها المصفوفة. أكو بعد؟ إي نعم أكو بعد. مثلا على سبيل المثال أقدر أستخدم الدالة اللي اسمها cut. خلينا نجي كات، افتح قوس، اخلي اي بي، اني عندي المصفوفتين اي وبي. ماشي، اذا اريد ادمجهن عموديا اخلي واحد. اوكي، اذا اريدهن بشكل فيرتيكال اخلي واحد، اذا اريدهن بشكل افقي اخلي 2، اللي هو نفس الايرور اللي طلع لنا بالبدايه. هذه همات طريقه اخرى بعمليه دمج المصفوفات. عندنا عمليه اخرى؟ اي نعم، لان احنا مثل ما ذكرنا سابقا الماتلاب يحتوي على مئات بل الاف من الفانكشنز اللي يسهل علينا التعامل ويا اي شيء، سواء عمليات رياضيه، مصفوفات، والى اخره من العمليات الاخرى. شنو الفانكشنز اللي عندنا؟ عندنا فانكشنز تقول vert cat horse cat، يعني ال vertical concatenation وال horizontal concatenation، اللي هي نقول vert cat اوكي، واقول a b، يعني راح يصير الدمج هنا عمودي، وال horse كات يعني الدمج هنا راح يكون افقي.
واللي حصلنا نفس الايرور. فانت هنا صارت عندك 3 عمليات، يا اما بشكل بسيط اللي هي هذا الشيء، او باستخدام هذه الداله كات، او باستخدام الداله فيرت كات وهورس كات. بالنسبه لي انا افضل هذه العمليه لسهولتها، وانت تكون مخير اي عمليه اخرى اي عمليه تريد تختارها انت حر بها. هذا كل ما بيخص اليوم، موضوع اليوم عن موضوع الدمج المصفوفات الكونكاتينيشن، واتمنى انه هذه المحاضره نالت اعجابكم، واشكركم جزيل الشكر، وان شاء الله نلتقي بمحاضرات اخرى، ومع السلامه.